ابني انا كان على مدخل البور طار من اوتوستراد لاوتوستراد، ربنا شفى تشفع فيه وخلي لي اياه طيب. صارت العالم المجروحين وهي يركضوا على قلب السيارة الدفاع المدني، وصلونا على المستشفيات لانه ما في سيارات. بكل زاوية من بيروت المدمرة كان للدفاع المدني بصمة، بحيث ساهم بإنقاذ مئات اللبنانيين. تجي السنة ذكرى أول أدار يلي هي اليوم العالمي للدفاع المدني، بوقت الدفاع المدني حزين، حزين لسقوط شهداء لرفاق لإلنا بفوج الإطفاء، وبذات الوقت كمان نحن عنا إذا بدك هالعيد منه مكتمل، طالما بعد المتطوعين اللي هن عم يشتغلوا معنا بكل المحطات وبكل المراحل بعد ما تثبتوا. بعتقد صار الوقت لحتى نثبت هؤلاء الناس. بالدفاع المدني في 225 مركز موزعين على جميع الأراضي اللبنانية، على مدار السنة بسنة 2020 نحن منفذين 32,000 مهمة، من بيناتهم حوالي 1500 مهمة بمرفق بيروت خلال كل العمليات اللي صارت. الصعوبات اللي عم نواجهها حاليا هي أكيد بموضوع تأمين المحروقات، موضوع إصلاح الآليات، وموضوع التأمين على للعناصر للمتطوعين، والتأمين للآليات آليات الدفاع المدني. صلاحية المدير العام هي صرف 3 مليون ليرة، 3 مليون ليرة كانوا بوقت سابق يعملوا 2000 دولار تقدر تصلح فيهم موتور، تقدر تصلح فيهم فيتاس إلى آخره. اليوم ما بيصلحوا لك دولاب. انعكس الوضع المالي على المناقصات بشكل عام، يعني إن كان بمناقصات المحروقات ولا بمناقصات التأمين، عم تنعمل المناقصات كلها بإدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية. بنتيجة هالغلب طلعة بسعر الدولار ما بيتقدم عارضين، أو إذا بيتقدم بيتقدم عارض واحد. اللي بيتقدم عارض واحد وفق قانون المحاسبة العمومية إذا انعادت المناقصة مرتين صفة بدنا نروح باتجاه الاتفاق الرضائي، وبما أنه هلأ حاليا في قرار بعدم السير بالاتفاقات الرضائية، مشان هيك هالمواضيع ما عم توصل لنتيجة. يعني مشان هيك ما قدرنا بعد ما انحلت مشكلة المحروقات، بعد ما انحلت مشكلة التأمين، لأنه ما عم يتقدم عارضين نتيجة الوضع المالي المأزوم بالبلد بشكل عام. حالياً بالتنسيق مع نيابة العامة المالية بديوان المحاسبة عم ينوضع ضوابط لهيدا وأسس لهيدا الموضوع لدراستها من عنا وعرضها على معالي وزير الداخلية لحتى نجرب نوجد حلول لهالصعوبات هيدي. رغم كل هيدي الصعوبات اللي عم بتشوفها واللي خبرنيك عنها، نحنا بدنا الشغل ما بده يوقف، شغل الدفاع المدني بده يضل مستمر. الدفاع المدني هو شبكة الأمان للمواطنين، لذلك سوا نتحدى الصعوبات. التدريب للعناصر هو موضوع ما بيوقف، موضوع مستمر على مدار السنة. اليوم عم نشوف مناورة تدريبية ل 30 عنصر من مركز مزرعة الشوع، خلصوا التدريبات تبعهم بمناورة حية. فكرة المناورة هون مرتكزة على المبنى للإنهار. بالبداية وصل فريق الكشف أي موزع المهام لكل فرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف. انضم المتطوع للمركز ضمن شروط معينة، حاسب يخضع لتدريبات مكثفة من إنقاذ إطفاء وإسعاف تيوصل لمرحلة إنه صار جاهز تينفذ كل المهمات اللي بتنطلب منه. هيك بيكون عم يخدم لبنان وبيكون فخور إنه عم يخدم المديرية العامة للدفاع المدني. عناصر الدفاع المدني بيعطوا وقتهم لخدمة المجتمع، هي مدرسة بترتكز على التطور الذاتي للإنسان ولرجل الإطفاء، حاسب بتزيد ثقته بنفسه وبقراراته بحياته الشخصية والعملية. بعد سنين من خدمة لبنان وحضورهم بكل الحوادث يلي شهدها، صار الوقت لإعطاء أبطال الدفاع المدني حقوقهم.